السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله بخير وصحة وعافية ويحفظكم الباري سبحانه وتعالى من كل سوء. أتمنى لكم الموفقية. استمر محاضراتنا مع التحليلات الهندسية. هاي المحاضرة الثالثة مع الفوير سيريز. الفوير سيريز قلنا هي متسلسلة، غرض من عدها تمثيل الدوال ذات التسلسل الزمني بشكل معادلة ساين وكوساين. اليوم نستمر امبليسيف فاكشن. هاي الدالة تكون اول شيء احادية، مركزة على نقطة واحدة، مثل كونسنتريتد لود على شكل نابض مثلا. هاي الدالة تكون قيمة النقطة وحدة فقط، والباقي الفترة الرينج تكون صفر. الرمز مالتها نكتبه، اما نكتبها يصير او نكتبها شكل معادلة فاكشن اوف اكس لنا بي، يعني لود دلتا نفتح قوس اكس ماينس اي. يعني معناها هذا القيمة عند النقطة قيمتها بي على مسافة اي لكل فترة اي. بها الهالف رينج ساين سيريز انحلها بالهاي الدالة هي تكون فقط بي ان معلومة. لو نكاملها مباشرة راح نحصل على صفر، فما يصير. فراح نسويها على مساحة منطقة صغيرة، يعني تقترب للصفر، نسميها اي، حيث اي يقترب الى الصفر. فاللود نقسمه على هاي المساحة، يعني الرجعة يونيفورم وراء. راح نكامل نقول نصف الفترة هي، لانه هاي هالف رينج 2 على ال تكامل من اي الى اي زائد اي نهاية هذا اليونيفورم لود. اللود هو يونيفورم قيمته بي على اي ساين ان باي اكس على ال دي اكس. هذا حورناها من كانت كونستريتد الى يونيفورم. راح نكامل ورا التكامل نعوض، راح نحصل على حاصل كوساين دالتين، مجموع دالتين الاي والاي. راح شلون نوزع؟ راح نقول كوساين الاول في كوساين الثاني ماينس ساين الثاني في ساين الثاني، راح نحصل عليها. ولكن ما نقدر نعوض مباشرة. ليش؟ لانه اي تقترب للصفر. فراح نقول عندما تكون اي تقترب للصفر، يعني ليميت، مثل هي ليميت تكون قيمة الكوساين هذا صفر، اذا تكون قيمته واحد، والساين الزاوية تكون هي نفسها. اذا راح نصير هاي القيمة، هاي واحد كوساين. اذا بقت فقط الكوساين مال الاي ماينس الساين، بقت في قيمة الزاوية ظلت. نختصر الكوساين والكوساين نفسه ماينس طاحت، وقالنا فقط الزاوية ويا الساين. نختصر الاي ويا الاي راح، اذا بقت لنا قيمة البي ان هي 2 بي على ال ساين الزاوية. اذا الاف اكس مالتنا نريد نلقاها هي فقط مال الساين، بي ان ساين ان باي اكس عليها الساي اللي بي ان نعوضها، هي هاي الفتحة اللي 2 بي على ال هذا ثابت خارج، خلنا فقط هذا المتغير.
Application of Fourier series، تطبيقات مع Fourier series بالهندسة المدنية. أول تطبيق راح نأخذه هو Deflection Equation of Simply Supported Beam، اللي إحنا نقصد بها معادلة الهطول مال Deflection أو Elastic Curve نوبات نسميها. إحنا حسب مقاومة المواد نعرف والستركتشر أيضا إنه المشتقة الرابعة هي تساوي لللود على الإي آي الاستيفنس مال البيم. ونلاحظ نتذكر أيضا إنه المشتقة الثانية هي المومنت على الاستيفنس، والمشتقة الثالثة هي الشير، المشتقة الرابعة هي اللود. إحنا راح نستخدم نصف الفترة مال الساين سيريز هالف رينج ساين سيريز لأنه هي هاي الناجحة وليس مال كوساين. هذا هي تطبق لي تحقق لي شروط الحدية، هاي تحقق لي الباوندري كونديشن. إذا اللود هنا عندي اللود مال معاد، أي لود عندي يعني نظام يعني يونيفورم لاين لود أي معادلة هي يساوي لي بي ان في الساين، لان قلنا احنا ساين سيريز هاي، حيث انه هاي هاف رينج يعني نصف فترة 2 على ال من 0 الى ال فقط. هذا ليش احنا اخذناها هاف رينج؟ هاي اللود فقط على فترة منقطعة فقط من 0 الى ال، هذا فقط يعني بيم معلوم طوله فقط اللود عليه ضمن هاي الفترة. نفرض انه معادلة الديفلكشن نفسها بالساين سيريز، ولكن الثابت سي ان هذا هو المجهول، سي هذا مجهول. قبل ما احنا هاي الفرضية هل هي صحيحة نشيك احنا بالسمبلي سبورتد بيم. احنا مو سمبلي سبورتد بيم يعني السبورت بالبداية ديفلكشن بالسبورت صفر بالنهاية صفر، يعني عندما تكون قيمة y يساوي صفر، قيمة y يساوي صفر ديفلكشن عندما تكون قيمة x صفر بداية البيم نهاية البيم. إذا نعوض الصفر راح تحقق لي صفر صحيح ممتاز، نعوض نهاية البيم إذا معادلتنا أوكي هاي هي دائما راح نستخدمها. وراها شلون نشتغل؟ قلنا المشتقة الرابعة يساوي لنا اللود على ستيفنس يعني الصلابة. المشتقة الرابعة هاي نشتقها، هاي المعادلة مال الديفلكشن اللي فرضناها اللي نريد نلقاها شو المجهول بيها وهي سي ان، يعني انا راح اشتقها اربع مرات. من اشتقها اربع مرات راح احصل على هاي الصيغة، يعني اشتق الاولى والثانية والثالثة والرابعة راح احصل على هاي القيمة، اعوضها بالمعادلة الاصلية هاي على هذا الطرف باليسار يساوي لنا الطرف على اليمين هو مال الحمل دلالة البي ساين. راح ايش عندي هنا؟ عندي الساين نفسه بالزاوية نفسها، الساين نفسه اذا اختصرها والسميشن يروح راح يبقى لي السي ان ان باي على ال الكل اس اربعة هناك بي على ان. انا فقط اريد السي، اذا راح يصير السي بدلالة بي ان. هاي المعادلة مالتي، هذا بالسمبلي سبورتد بيم هاي معادلة ثابتة. نيجي نطبق مثلا، عندي مثال 25 find the deflection equation for simply supported beam with uniform distributed load using Fourier series method. يقول لك جد لي معادلة الديفلكشن مع simply supported beam مسلط عليه حمل منتظم على طول البيم، هذا البيم طوله L support من أي L. نيجي هسه طلاب لازم من نحل هذا، شو نحله؟ اول شيء نقول انه نفرض ان المعادله مال الديفلكشن مالتنا هاي، اذا السي ان بي ان على اي اي في هاي ما نقدر قبل مباشره نكتبها، اذا لازم من نبدا نحل. هذا الاشتقاق مطلوب بكل ديفلكشن كويشن، يعني معادله الديفلكشن سبي سبات بي، هذا الاشتقاق منا الى نهايته هذا نكتبه، هذا تكتبه كما هو.
نكتبه، ورا ما نكتبه راح نصل لهاي الفقرة، لهاي المرحلة. يعني هاي المرحلة يعني ما أعيد كتابتك الساعة الساعة بكل مثال، إنما راح أقول لك أنت بالامتحان راح تبدي تكتب الاشتقاق، يلا نبدي نحل هسه. ورا ما كتبنا الاشتقاق راح نحصل على هاي المعادلة. هاي المعادلة شنو المجهول بيها حاليا؟ بي ان يساوي لي 2 هاي الكويشن مالته. هنا اللود يونيفورم، اذا اللود كيو اوف اكس فاكشن مال اللود يساوي لنا كيو، ثابت قيمة ثابتة، اعوضها بالبي ان، هاي معادلة بي ان اكاملها. ورا ما اكامل واعوض راح احصل على هاي المعادلة، هاي القيمة. هاي القيمة فردية لان اعوض بها فقط من 1 الى 3 الى 5 الى 7، راح تحصل على قيمة 4 كيو على ان باي. هاي قيمة البي ان، هذا ثابت اولر سي اولر كوفيشن سميناه. اذا السي يساوي لي هذه المعادلة اشتقيناها مسبقا، هاي المعادلة مال السي اشتقيناها مسبقا، راح نعوضها راح نحصل على هاي القيمة النهائية. نعوضها معادلة الديفليكشن، هاي معادلة الديفليكشن راح تصير عندي هذا بالمستطيل، هاي معادلة الديفليكشن مالتي راح يساوي لي 4 كيو ال اس 4 على باي اس 5 في الاستفنس سميشن 1 على ان اس 5 ساين ان باي اكس على ان. اذا هسه باي نقطة اريد يعني بالبيم هذا اريد الديفليكشن عند 5 متر، البيم اذا كان هو ابو 7 2 متر 1 متر، فقط اعوض قيمة اكس هنا، وعندي طول البيم ايش قد مثلا 7 امتار عوضه هنا، فقط تبقى اللود عندي معلوم ايش قد، فقط عندي الان مجهول الان من 1 الى انفينيتي. لو احنا نتذكر بالستراكشر، الاكزاكت سوليوشن عندي هو 5 ال اس 4 على 348، هذا وين؟ ها ماكسيمم ديفليكشن وين؟ بالاكس يساوي لنا ال على 2. هذا احنا ما نقدر ما نعطيك اياها هسه، يعني هاي الغرض المقارنه، غرض مقارنه. فانت الاكزاكت سوليوشن هو ما تي، هاي قيمته في الحمل ال اس 4 على ستيفنس، هذا الاكزاكت سوليوشن. نجي هسه نعوض بالنيوماريكال سوليوشن بنحل مال الفوير سيريز، هاي معادله مال فوير سيريز مال ديفليكشن، نعوض اكس ال على 2 راح تصير عندي هاي المعادله. لو كانت ان وحده يعني بس مره وحده، محاوله وحده فقط، مره فتره وحده، راح الديفليكشن يصير عندي ها كلش قريب من عنده، يعني نسبه الخطا 0.4%، 0.4% يعني مقبول، يعني مره واحده. لو شويه نطمع، لو قلنا 3 راح نكون نسبه الخطا 0.3%. اذا وصلنا 21 من الواحد للواحد وعشرين يعني الان، راح نصير هذا سميشن يعني نظل يعني مره واحد بعدين ثلاثة بعدين خمسة ستة، لانه هاي متسلسلة فردية، راح الايرور صفر، يعني راح يصير اكزاكت، كأنه اكزاكت اكزاكت. انت بالامتحان شو تسوي؟ قلنا اول شيء تنزل اشتقاق ثم تكمل هذا الحل. مطلوب من عندك هو فقط راح يتغير بالحل، هو فقط البي ان، فرام البي ان راح يتاثر بالسي الثابت، ونعوضه مع ليث الديفليكشن. راح نقول مره واحده ان يساوي لنا 1 ونعوضها، ما لنا شغله بالاكزاكت سوليوشن، هذا الغرض نقارن ان احنا انه هاي الطريقه ايش قد هي سهل لنا من نروح على يعني على ستراكشر. ناس ما تحب الستراكشر مثلا، نجي او نعوض 3 فقط، ما حاجة احنا نروح 1-3 كافي، هذا الدقة مالك تكفي. هسه
السؤال المثال 26 find deflection equation أيضا نفسه المطلوب find for semi support B with concentrated load الحمل المركز. هنا حمل مركز أول شيء قلنا deflection equation معادلة deflection أو نسميها elastic equation أو elastic curve. أول شيء نعوض هذا الاشتقاق لأنه الموضوع deflection نعوض وراء ما نعوض الاشتقاق راح نبدي نكتب المعادلة. نجي هسه اللود هو عندي بوينت لود كيو امبلسيف سميناه و اكس عندما اكس يساوي لي اي هنا انا لون كا قلنا لون كامل مباشرة اللود من صفر يعني من اي الى اي نفس النقطة هو اللود راح تطلع لي صفر. انا ما راح استفاد من هذا الشيء اني ارجع على الموضوع هذا موضوع امبلسيف كويشن اللود بدل من كونستريتد راح اسوي فورم بس على مسافة كلش قليلة اي يقترب من صفر. فهذا هو الحل مالتي راح يصير مال البي ان البي ان. فاعيد كتابته الحل هذا اشتقاق مالتي اعيد كتابته راح تطلع لي النتيجة وراء الاشتقاق عندنا قلنا 2 بي على اي ايرس 3 على ام العفو البي قلنا البي ان هو 2 بي على ال ساين ام باي اي على ال هذا هو البي ان. نعوضه بالسي ان الكوفيشين مال الديفليكشن اللي هو هذا هنا مكانه هنحصل على هاي المعادلة مال الديفليكشن المستطيل. هاي المعادلة مال الديفليكشن لو روح قلنا على الستراكشر اللي هو احنا ما مطلوب من عندنا الغرض هنا أنا فقط هنا لهنا أنا الحل مالتك هنا غرض من عندنا شيء عندما تكون اي يساوينا بالكونسريت لود بالمنتصف الاسبان والاكس اريد ما الدفلك في منتصف الاكسبان راح تطلع لي هاي القيمة هاي القيمة الاكزاكت. لو اعوضها اعوض الاي الى على 2 والاكس الى على 2 احصل لي هاي المعادلة لو هاي فوريير سيريز لو نعوض ان يساوي لنا 1 احصل على هذا الرقم. اذا نسبة الخطأ 1.4 1.5 هنقول بالمية اذا ان 3 بوينت 2 3% اذا 21 تقريبا صفر يعني احنا نختار فقط الواحد نحتاج مثلا لواحد فقط فان يساوي لي 1 راح اسجل راح احسب القيمة يعني احنا من اكزاكت سوليوشن ما نحتاج هنا لغرض مقارنة يعني احنا وراها نكمل. هسه اذا كان عندي مثال اخر 27 هذا line distribution load حمل موزع بشكل مثلث مثل ما شلون نحله. قلنا اول شيء ننزل الاشتقاق مال السي ان مال الكوفيشن مال الديفليكشن هذا ثم نكمل نحسب البي ان متغير مال اللود. هنا المعادله مالتي مال اللود كيو اكويشن اوف اكس يساوي لكيو اكس على ال من جبتها أنا عندي هذا اللاين لود معادلته هي كيو اكس على يلا بس هنا مكتوب دبليو اعتيادي نفسه اللود كيو او دبليو نفسه هنا ما راح يفرق شيء كيو او دبليو دبليو اكس على يلا هذا المعادلة احاوضها هنا راح يختلف فقط عندي التكامل. اذا بمعنى احنا بهاي الامثلة مال الديفليكشن اكويشن فقط اللي يتغير هو المعادلة الديفليكشن اللود من تتغير راح يتغير لي قيمة البي ان من يتغير البي ان التكامل مالته راح يتغير راح وراها اعوضها بالكوفيشن مال الديفليكشن السي ان
أكامله هنا التكامل x في ساين هذا باي تيبل انتجريشن في لافو اشتقاق ديريفيتيف بعدين هنا انتجريشن وراها نحصل على هاي المعادلة نعوض ورا ما نعوض راح نحصل على المعادلة هاي مال ديفليكشن هسه إذا بالمدسبان هاي قلنا ستراكشر اكس يساوي لنا ال على 2 الواي اكزاكت هاي قيمتها لو نريد يعني نشوف دقة الفورير سيريز قلنا نعوض مدسبان ال على 2 ايش قد اللود الديفليكشن عفوا يظهر لي عندي هاي قيمته نسبة الخطأ عندي بوت خلينا نقول 4% هاي عندما تكون ان 1 اذا لي حد 5 ايش قد الايرور مالتي تقريبا صفر تقريبا صفر فهاي كل ما في المحاضرات اليوم اعيد موضوع محاضرتنا هو application of Fourier series تطبيقات على متسلسل سيري فايرا فايرال سيريز من اول تطبيقات هو الديفليكشن اكويشن معادله الديفليكشن هاي معادله احنا عندنا بالستراكشر عندنا اكزاكت سوليوشن شلون نحلها مضبوط هنا نحلها حل تقريبي بواسطه فايرال سيريز اول شغله هاي النوع الفايرال سيريز فتره منقطعه فقط هالف رينج يعني نصف فترة بس من هاي نوع السائن أول ما نبدأ من الحل نحل هذا نكتب أول شيء نكتب المعادلة هاي المعادلة الرئيسية مال الديفليكشن إكويشن نجي نفرض أنه هالف رينج نكتب معادلة اللود يساوي لي سوميشن بي إن ساين هاي الزاوية حيث bn يساوي لي 2 على l تكامل مسافة الى l الكويش q في sin نفس الزاوية حيث نفرض انه معادلة deflection equation y يساوي لي summation cn sin بحيث نتحقق boundary condition نكتبها نفسها 0 الى l لانه دائما هاي boundary condition ثابت لانه احنا simply supported b غير simply supported b منا شغله من عندنا حاليا نجي نشتقها احنا نحتاج المشتقه الرابعه نشتقها اربع مرات هاي المعادله ثم نعوض انا عندي هذا الطرف اليسار طرف اليمين مال اللود اختصر احصل على سين احس سي ان وصلتها هذا اشتقاق لازم تكت بينت ثم تجي هسه حسب اللود عندي فقط راح يتغير اللود هذا الكيو من الكيو يتغير على ضوء اكامل بي ان من اكامله احصل على بي ان كامل ثم اعوضه بنفس هاي المعادله مال السي ان معادله السي ان ثم اعوضه معادله الديفليكشن ورا ما ابسطها أعوض قيمة الـ X مثلا عند مدسبان R على 2 وأقول له هو الـ N أخذها مثلا 1 أكتفي بواحد وأطلع قيمة الديفليكشن فقط أما الـ Error ما أقدر ما أريده من عندك لأنه أنت عندك ما عندك الـ Exact Solution إلا اللهم إذا أعطيتك إياه نفسه بالنسبة لـ Line Load نفسها بس المعادلة راح تصير كيو اكس على يل ولكن اللي شوية بيها صعوبة يعني الكونسترايتد لود الكونسترايتد لود راح يصير عندي هذا التكامل هذا التكامل هذا ضمن التكامل لازم انت تضيف الى هذا الرسم نضيف الى هذا الرسم مال بوينت لود على مساحة صغيرة كلش اسمها ايه ان شاء الله بالمحاضره الجايه ناخذ البيم الى اون الاستيك فاونديشن اذا كان بيم على مستند على اساس مرن
هاي كل ما في المحاضرة مال اليوم، نتمنى لكم إن شاء الله تفهموها، وأي سؤال أي استفسار تقدرون تسألون وتدزون تعليقاتكم، ونتمنى لكم الموفقية، ورجاء أنت تابع من هسه شوية شوية على مدة تكثر عليك المادة وصير عليك صعبة. إن شاء الله نشوفكم كلكم مرحلة رابعة مهندسين المستقبل، ويحفظكم الباري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.